كلنا طبعا سمعنا عن الضجة الكبيرة اللي حصلت امبارح بسبب الكارثة اللي حصلت في مستشفى الحسينية بمحافظة الشرقية، وانتشرت صورة على كل السوشيال ميديا لممرضة قاعدة في الأرض في زاوية من زوايا المستشفى وخايفة من رهبة الموقف ومنظر الناس اللي بتموت. كل الناس بلا استثناء تعاطفت معاها ونشروا رسائل شكر وتقدير ليها ولكل زمايلها اللي واجهوا موقف زي ده. والنهاردة أخيرا قدرنا نوصل للممرضة آية علي محمد علي، واللي شهرتها آية عبد الله علي، من منطقة الحجازية التابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، واللي بتشتغل في مستشفى العزل لأكتر من 7 شهور. آية في تصريح لمصدر موثوق بدأت تحكي اللي حصل بالظبط وقت الحادثة، وقالت: الساعة 9:30 بالظبط حصل خلل في اسطوانات الأكسجين اللي متوصلة بالمرضى في قسم العزل. فجأة الأكسجين ضغطه قل والحالات جالها اختناق، وحاولنا بكل الطرق نسعفهم وفشلنا لأن حالتهم كانت متدهورة بالفعل من قبل موضوع نقص الأكسجين أصلا. بشتغل من 8 بالليل ل 8 الصبح، واللي حصل امبارح كان ضغط رهيب عليا بسبب إني أول مرة أتعرض لمناظر الموت دي كلها. ما كنتش خايفة ولا حاجة، لكن كنت مرهقة وزعلانة على الناس اللي ماتت. ما كنتش أتمنى ده يحصل. عملنا كل اللي نقدر عليه وأكتر عشان ننقذ المرضى وفشلنا. أبويا شاف الصور جالي على طول، ولما خلصت الشفت روحت معاه، ورغم تعبي إلا إني رفضت أسيب مكاني وأمشي، لأن دي أمانة ومسؤولية كبيرة وما ينفعش حد مننا يتخلى عن واجبه ودوره. وهرجع الشفت بتاعي بالليل عادي جدا وكمل شغلي. ووجهت آية رسالة للناس كلها وقالت: لازم الكل يلتزم، الموجة دي أصعب والحالات كتيرة غير المرة اللي فاتت، وحالات الوفاة أكتر. أنا كنت شغالة في الموجة الأولى وما كنتش بالشكل ده. اسم الممرضة آية بقى ترند على كل السوشيال ميديا، تويتر وفيسبوك وإنستجرام. كل الناس بلا استثناء نشروا كلام مؤثر جدا عن الحادثة، وبالأخص أهالي الناس اللي ماتت. ومن ضمنهم حد نشر في أحد التعليقات صورة لشاب توفي وقت الحادثة وعلق عليها: أنا عاوز أقول حاجة بس عن صاحبي، كان عريس وفرحه يوم 13/2. يا ترى مين المسؤول عن وقعة زي دي؟ وهيتم التعامل معاه ازاي؟ ورد فعل الناس ايه لما تعرف ان في وسط الاحداث دي كلها الوحيد اللي تم احالته للتحقيق هو موظف الامن بتاع القسم، بتهمة انه سمح لحد يصور الفيديو اللي فضح الكارثة اللي حصلت في المستشفى؟